مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم بالمدينة الجديدة وبالضبط من أمام مستشفى الإقليمي محمد الخامس، بحيث كتواجد واحد العائلة عندهم ولد ديالهم كما قالوا 9 أيام هو هنايا، وكيقولوا بأنه بغاو ينقلوه لمدينة الدار البيضاء، ولكن لحد الساعة الإدارة مازال ما استجابتش لهم. غنحاولوا نستمعوا لهم يعني واحد واحد هاد العائلة. تفضل تفضل، شنو المشكل؟ قرب الميكروفون، قرب الميكروفون. الله يجازيك بخير، حنايا دابا في مستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، يعني عندنا واحد الحالة ديال ولد عمتي دار كسيدة خطيرة وخطيرة جدا. حيداوي مدة 10 أيام هذه اللي فات، واليوم 9 أيام. اليوم 9 أيام باش هذا السيد هذا جبناه في حالة خطيرة، جبناه للمستشفى هنايا، وملي رقد في الإنعاش في مصلحة الإنعاش، أخويا بقى على نفس الحالة بدون إسعافات أولية، بدون أي شيء يذكر، بقى السيد بحال هكا. كنجيو كنبغيو نستفسرو على هذا السيد الحالة ديالو، كل مرة كيعطيونا تفسير. يعني الناس المسؤولين الطبيب ديالو هذا كنسولوه كيف دايره الحالة ديالو الوضعية ديال السيد، كيقول لنا عنده مشكل خطير في الراس، حنا درنا ليه سكانير الغد ليه كنجيو كنسولوه، كيقول لنا السيد ما عنده حتى مشكل في الراس، ما عندهوش مشكل في الراس، عنده التاح، هو راه باين انه الدري مدكداك من التحت مدكدك في حالة يرتلى. انتم اش كنطالبوا؟ هاد السيد هذا، هاد الناس هادو كنجيو اخويا كنقولوا لهم هاد السيد بغينا ننقلوه المستشفى الدار البيضاء موريزكو، كيقول لك اسيدي في حاله خطيره، اي في حاله خطيره قدموا لي اسعافات اوليه بعدا، عطيونا شنو الاجراءات شنو المطلوب، كيقول لك لا ما يمكنش. هاد السيد هذا حاليا ولات الريحه فيه، ومعلقين ليه سيروم ولا ما نعرف ادرينالين ولا شنو، معلقينه ليه في القرعه ديال عين اطلس، وراه حنا غادي نعطيوك الا طلبتوا الا بغيتوا سميتوا الصور، وراه كاين فيديو ديال الدري اللي حاله ديالو خطيره جدا، زراق اللحم ديالو زراق، لانه الدري ما تقدمش ليه اسعافات، ما تنظفش ليه هذاك الهرس ديالو، ما تنظفش، بقى على نفس الحاله هكا في حاله خطيره وخطيره جدا. حنا الدري هذا رفقتنا فيه الامل، رفقتنا فيه، ولكن راه كاين ناس اخرين، راه كاين ناس اخرين غيوقع عليهم نفس المشكل. دابا حنا هاد الناس هادو راه مشينا لهم يعني بعد صراعين طويل مع المدير ومع سميتو الاداره، باش يعطيونا هاد السيد هذا، يعطيونا شنو الاجراءات باش ننقلوه لموريسكو، كيقول لك لا سيروا جيبوا ورقه، سيروا تسناونا، عطيونا طلب، عطيناهم طلب، بقينا كنتسناو في المدير، قال لك اسيدي سيروا عند الطبيب، هضروا مع الطبيب المسؤول على الحاله. سيروا عند الطبيب المسؤول على هذه الحاله هذه، نعطيكم تقرير. حنا عطيناهم اسيدي، مشينا عند الطبيب، جيبوا لي دابا معنا الاب ديال هاد الولد، الاب ديالو هو اللي غيتكلم دابا، تكلم. ولادنا في خطر، تكلم. طلب من سعادة المدير، كنطلب منه إلا يعطينا رسالة ارجو لمريزكو، نديو لمريزكو، حيت هنا ما كاينش العناية. بغينا نعرفوا علاش الدري ما بغاوش يعطيو لينا، حنا بغينا ما طالبنا والو، حنا بغينا نعرفوا هاد الدري علاش ما يوافقش لينا، حنا علاش ما الدري ما بغاوش يعطيو لينا. راه 9 أيام وحنا كنجيو دابا من النهار لحد النهار الاثنين بالليل، كنجيو عندنا لا السبيطار ما كاين لا مسؤولين لا طب لا شي حاجه، كاين لي ستاجير وكاين لي سيكيريتي هما اللي كاينين، هما اللي كيدووا معانا كيحلوا لك مع الربعه ونص، كتدخل تشوفوا من الجات تدخل تجري عليك، كتقول لهم عطونا شي تقرير، عطونا الدري عنده، ما كاينش اللي كيعطيك شي حاجه وما كيدووش معاك، كاين لي ستاجير وكاين الفيرمليات وكاين السيكيريتي هما اللي كيدوروا، هما اللي كيقول لك اشنو كاين، الدري راه مكرفس، اليوم كيجي طبيب كيقول لك الدري راه مهلوك من التحت، غد لي كيجي طبيب كيقول لك راه مضروب الراس، ما فهمنا والو، ملي جينا قلنا لهم عطونا الدري ندوي لميريزكو، راه تما في ميريزكو راه كاين العنايه، راه كاينين الطباق، كاين الاطور اللي كيوقفوا على الحالات، وهذا الشيء راه شفناه بعينينا، اما هنا في الجديده كاين الاهمال، راه 9 أيام وحنا في هذا السبيطار، راه كل نهار كيخرجوا واحد ميت، راه السيد هاد الناس هادو راه كيتسناو امتى يموت باش يخرجوا لنا في الصندوق،
حنا ما بقينا باغين والو، راه شبعنا هاد 9 ايام راه شبعنا فيها. بغيناهم اما يعطونا دري ميت، اما يعطونا السبيطار ديال ميريز. هادشي راه بزاف. حنا دابا ما كنطالبو بحتى شي حاجه. المهم راه دمرو جايين انا مهم. حنا كنطالبو بتقرير ورسالة يوجهو من انتوما ما قادينش على هاد الحالة، يعطيو لينا خونا. حنا دام انتوما ما باغينش تعطيو، ما طلبنا غير حقنا. ما طلبنا غير الحق ديالنا، علاش انتوما ما باغينش تعطيو لينا؟ عطيونا ورقة عيطو. انا كنقول هذا ما بغاوش يعطيونا خويا الا ودايرين فيه شي عملة هنا. هذا ماشي سبيطار، دخلنا للإنعاش مع الوحدة الليل، طبيبة وهي تقول لي نقول لك واحد الحاجة، قالت لي أنا جات أمي هنا كتبت بروسي في الدار البيضاء، هذا راه عقرنا، هذا راه ماشي سبيطار. لقينا الكاميرا كطب في الانعاش والدراري كتموت، ملي نهز المنطقة على خويا وكضرب لي الريحة، خويا الروح باقا تطلع، عالجو لا باب لا والو، عالجو غير داك الضر، عالجو غير داك الجرح. نعرفكم راه نتوما الموت بيد الله، إلا بغى الله مرحبا به، ولكن عالجو غير داك الشيء ونقولوا داروا مجهودهم. الدري جبناه النهار الأول باقي دايز بالدم بالنازل ديالو، باقي لحمو كله ما مسحتوش ليه حتى داك الجرح. كتقولوا لنا في غيبوبه، خويا ما دخلش النهار الاول في غيبوبه، عاقل وكيغوت وكيقول لكم عتقوني. ملي نتوما كتقولوا لنا هاد الدري في غيبوبه، راه دابا في غيبوبه. انا كيجيني خويا انا كيجيني خويا دايرين لي شي حاجه، باش طيحوه في غيبوبه. انا خويا عاقل، مروا الناس اللي جابوا، قال لي خوك تيهضر معايا تيقول لي انا فين فلان، انا سميتي ياسين وكنيتي العقلي ودخل على الفرملي انا اللي خيطات ليه، شي شادله في عيد ديالو مزيانه في عيد ديالو، تيقول لها اختي عتقيني يا اختي عتقيني، ودخلوه لداخل وطاح في غيبوبه. هما اللي دخلوه لغيبوبه. هما اللي دخلنا عندو للسياره، قلت له ياسين خويا كتسمعني؟ قال لي هز يدو، قال لك رجلين راه ماتوا، هز يدو قسما بالله وربي شاهد عليا، طيرني على وليداتي، هز يدو هز رجل، هز يدو هز رجل. خويا عايش في الحياه، إهمال ديالهم اللي غيخليهم يموت وكيتسناو يموت اليوم قبل من غدا. حنا من اللي بغينا نديو يعطيوه لينا، من طلبنا حقنا. حنا كنطالبوا بوزارة الصحة، حنا كنطالبوا بالوزارة ديال الصحة تشوف هاد المنكر اللي فات في السبيطار، هاد المنكر اللي فات في السبيطار. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كنطالبوا بالسيدنا يشوف، والسيدنا والسيدنا راه حنا ولادك كنضيعوا في هاد البلاد، وكنطالبوا بالملك ديالنا يشوف ولادك. عاش الملك، كنطالبوا منه راه حنا كنضيعوا. راه حق الشعب كتضيع، ورا الدراري كيضيعوا، ولا حق ملي نشوف هاد المنكر انت تنتحر. انا بغيت انا في الصباح بغيت نتلاح، ملي شفتو قلت الموت الموت خير. حنا طالبين عند بنادم ولا كيطلب موته من الصوره، ولا يجي عند هاد الكفار. هادو كفار، هادو حاجه واش يكونوا مسلمين؟ هادو حاجه واش يكونوا مسلمين؟ هادو كلنا نهار تيخرجوا موته، ما كاينش شي واحد تيقول لك لا راه تقول لي يا خويا تقول لي يا رجاني، كلنا نهار خارجه موته من هنايا، كلنا نهار تيقول لك خويا. انا واحد السيد لقيت معاه قال لك باه هضر معايا، هضر معايا، قال لي جيب لي نشرب وجيب لي هذي، رجعت في العشيه قال لي مات، او تباك هضر معاكم في العشيه قال لي مات. حشومه قلت لها هاملين هما حطوه، هما تيقتلوا في عباد الله في السبيطار، هما تيقتلوا في عباد الله. حشومه وعيب، حشومه وعيب، حشومه وعيب. كنطالب من وزارة الصحة تجي تشوف هاد السبيطار، كنطالب من وزارة الصحة تراقب هاد الناس راه كيقتلوا فيهم، راه هما اللي خدامين. اقسم بالله واشهد ان لا اله الا الله، يا تا الناس اللي خدامين هنا قالوا لنا هما معاونونا، لا من سيكيريتي لا من فرمليات. يقول لك راه ما كاينش طبيب، مشينا دخلنا ما كنلقاوش طب. احنا بالليل غوتو حنا ما كنلقاوش فينا واحد الطبيب، ما كنلقاوش طب. السلام عليكم من دار شوف تي في، انا المريض القرب المريض ولد عمي الاسم ديالو العقل ياسين. هاد السيد دار كسيدة كيما وضحت الباقي المنابر، دار كسيدة دار كسيدة شي 10 ايام دابا ولا 9 ايام. ملي جابوه السيد باقي كيعقل، هو 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 في الاول كان مجهول، هو ولد كازا ماشي ولد سيدي بنور او لا. هذا دار كسيدة، هو جا على اساس فين دار كسيدة؟ في البلاصة في الجماعة الغربية، جماعة الغربية ما عرفوا حتى شي واحد تما، هزو في لومبيلونس جا حتى نص الطريق وفاق ضرباته الفيقه. قال لهم انا سميتي ياسين العقلي، انا كنسكن في كازا، وعطاهم الاسم ديال باه. هي باش السيد تعرف ملي جابوه، جابوه باقي شويه فيه الامل، دخل نهار ولا نهار كتدهور الحاله ديالو. المهم علينا هادشي السبيطار راه معروف، دورت على اهمال المستشفيات الحكوميه كامله، راه راكم عارفينها، راكم عارفينها المستشفيات. الطلب ديالنا، الطلب ديالنا هو التدخل ديال وزارة الصحة. إذا كانت شي وزارة الصحة في المغرب، أنا كنظن وزارة الصحة ما كايناش في المغرب، يجمع
الشمال الا بغيتي الدواء خاصك تمشي للكلينيك تحطهم صحاح. الدري دابا الكلينيك غيطلبوا لينا 30 مليون او 40 مليون. مين غنجيبوها حنا؟ مين غادي نجيبوها؟ واه راه كاين عسكر في الزنقه. ما عندوش 10 مليون. المهمه علينا ملي مشينا اليوم شفنا هذيك الحاله السيد حاشاكم الخنز خنز بدا كيطلع منه. راه كاين فيديو ومديرين ليه السعر وما عرفت شنو هو القرعه ديال عين اطلس ما عرفناش شنو هذاك الشيء. انا في حياتي عمرني شفت شي دواء كيطلع منه. هذا الشيء كلشي عندنا الدلائل ديالو. المهم نوضح واحد القضيه بخصوص المدير ديال المستشفى الاقليمي ديال محمد الخامس. ملي مشينا عنده قال لك جيبوا لي طلب على اساس حنا بغينا غير تقرير باش نلقاو لهذا السيد بلايصه في سواء كان في بريفي ولا كان في الخاص ولا كان في العمومي. قال لك في الاول ما يمكنش نعطيو لكم. قلنا مرحبا عطونا تقرير نقلبوا السيد على بلاصه. شويه ولاو كيقولوا لك لا خاصكم تجيبوا لنا الطبيب اللي غادي يقبلوا. حنا فين كنعرفوا هذا الطبيب؟ حنا ما كنعرفوش هذا الطبيب. هما اللي خاصهم يتواصلوا. مادام ما عندكمش الامكانيات انتم اللي خاصكم توفروا امكانيات في السبيطارات الاخرين. اولا حطوا الاستقالات ديالكم وسيروا من الوزير حتى كامل فاشلين. حطوا الاستقالات ديالكم خلوا الناس اللي باغا تخدم تخدم من الاخر. شو واحد ما كيخش حيمه السبيطار. السلام عليكم. انا الحاله ديال خويا متبعه من نهار اللي جو حنايا. خليت وليداتي كاملين في كازا وماما مسكينه كتجي كدير دياليز كتجي في الكار كتمشي في الكار كتكرفص معانا كنخليوها الشباس معانا هنايا. حنا كنضلوا هنايا انا واختي اختي سيا عندها وليداتها كنضلوا هنايا. بابا حنا فيهم ما تيخليوناش ندخلوا نشوفوا الطبيب. كيدخل بابا عند الطبيب ملي كيدخل عند الطبيب عند كاين اربعة الاطباء تما كل طبيب شي يقول الحاله ديالو الطبيبه كيقول لها كل نهار كيقول لي ماما كتقول لي الطبيبه راه عندنا الصوم من تحت. مره انا دخلت عند الطبيب ما خلانيش ندخل. دخلت عندو. ملي دخلت عندو قال لي اش بقيتي على علاش بقيتي كيغوت عليا. قلت له من حقي بغيت نعرف الحاله ديال خويا. قال لي شوفي الحاله ديال خوك ديري هكا لراسي. ملي درت لراسو قال لي خوك مهرس من الراس. خوك عندو هرصه في الراس كله مخصر من التحت كله مخصر. والطبيبه كتقول لنا لا ما عندوش الهرصه في الراس. دابا قالوا لنا لا ما عندوش الهرصه في الراس. مشينا الاداره طلبنا المدير بلاتي هي احسن الله يرحم الوالدين. راه ماما كتكرفص كدير دياليز وحنا راه كنتي مخلي الولاد مكرفصين عبد الزنقه. عطينا ارجونس نديو لموريس بوحدانا تمايا بعدا يقابلو وحدانا. قال لك لا ما يمكنش الطبيب اللي خاصو يعطيكم اوكي. طلعنا قالنا طلعوا عند الطبيب. طلعنا عند الطبيب. الطبيبه كتقول لك لا انا ما نعطيكمش 1 كيلو حنا الواحد. 1 كيلو حنا الواحد. انا واقفه حدا الانعاش. الطبيب خرج الطبيب من عنده ملي ناضت الهضره ونضنا على باش ندو حنا خويا الموريس ناضوا بالكو كيدرسوا داكشي فنطل عليهم كيخلقوا في الورقه لداخل الطبيب. شويه خرج الطبيب تبعته مشى جاب الادويه هكا في يده جاي داخل كيتسلس هو واحد الفرملي. دخلوا عاد دور به جميع ديال الفرملية عاد بدا كيغسل ليه وكيمسح ليه وكيداوي فيه. انا ما شعرتش دخل فيه ما شعرتش ملي شتو دخل هاد الادوية وبتخبي وكيتخبوا غادي داخل ما شعرتش عتا دفعت الانعاش ودخلت على خويا. لقيت خويا كلو زرق. خويا تيموت كلو زرق كلو دايرين بيه وكيمسحوا لي راه كنطالبوا الله يرحم الوالدين كنطالبوا من مندوبية الصحة توقف معانا. كنطالبوا من وزير الصحه يوقف معانا. خويا باقي شاب وخويا ضايع ولا مشى تضاع خويا غطيع شاب. مهمتي كدير ديالي غطيع غنوليو في واحد غنكونوا في واحد غنوليو في جوج. من بعد حنا صاروا بيلونس سلم حتى للسبيطار فين كدير ديالي سخفت ليها. حنا راه هادشي بزاف راه اللهم مرك راه هادشي راه بزاف راه ما بقيناش قادرين نصبروا حنا على هادشي. حنا صبرنا 8 ايام حنا صابرين هنايا والله الا مخليه وليداتي لي عندك وليداتي صغار. هذا انت كتبات معايا في الزنقه كتطل معايا في الزنقه. هادشي راه لا يعقل. هادشي راه كنطالبوا من وزاره الصحه يديروا لنا شي حل يهزوا لنا المريض ويديو يعالجوا. هادشي اللي كنطالبوا منهم يصيفطوا لنا ارجو. كيقول لك الا بغيتيه تحملي مسؤوليته وسيني عليه. انا راه ما يمكنش نستني على خويا وهما كيقولوا لي غيموت واش نستني على خويا يموت لي في الطريق. هما اللي خاصهم يصيفطوه بالطبيب ديالو وبالتقرير ديالو ويشوفوا لي بلاصه ويعيطوا لموريسكو يديروا ليه بلاصه عاد يصيفطوه لينا لموريسكو. راه لا يمكن اخويا غادي يهز خويا. انا كون عرفت انا هادشي كامل الساعه اللي تضرب خويا في المصحف خويا مضروب غنهزو مباشره للدار البيضاء.
حنا ما كان ما فعلناش، حنا ملي جينا لقينا داروا فيهم داكشي اللي بغاو، داروا فيه داكشي اللي بغاو. كنطالبوا من وزارة الصحة تشوف معنا تشوف من حالنا، حناش غنديروا في الدري باقي صغير وغتبعوا حتى هما اللي كان ديال الدياليز، هادشي بزاف. حيت كنشوف خويا كيتعذب، تعرفت انا ملي شفت خويا في ديك الحالة راه خرجت طحت حداه، راه هو وقفهم داروهم، شافوني دخلت عليهم وقفهم داروهم، بقاو ما يديروا حيت شافوني انا شفت خويا ديك الترفيسة اللي فيها، لانهم ديك الساعة فاش دخل عندهم كانوا يديروا خدمتهم، ماشي تال دابا انايا ملي دخلت كنقول لهم حرام عليكم، كنبكيو كنقول لهم حرام عليكم تال دابا عاد كتعالجوا خويا، حرام عليكم دابا تعاد كتعالجوا خويا، خويا خنيس خويا الخراب كانوا كيضحك على وجهه كيتحرك لينا، دابا زراب وخنس الريحة ملي حلينا الشرج ديال الإنعاش، الريحة داك الشيء اللي خلانا ندويو دابا، حتى شمينا ريحة الحطاط، وأنا يمكن إنعاش تخرج من كل الناس كتموت هنايا في المطالب ديالنا، حنا راه ما جينا هضرنا دازت واحد المده بدون نتيجه بدون نتيجه، السيد كنشوفو فيه كيموت صافي، راه باع منا الدري هذا يعني ولا بحاله خطيره وخطيره جدا، فهمتيني راه جينا نطالبوهم، حنا ما طلبناش منهم شي حاجه خارقه للعاده، طلبنا منهم غير يسهلوا معنا الاجراءات، الاب ديالو مستعد ياك، هما قال لك اسيدي الاب ديالو يتحمل المسؤوليه ديالو ويمضي لينا على انه يتحمل المسؤوليه ديالو، نعطيوه ليه نعطيوه لينا اخويا، دري ميت ميت في هذه الحاله اللي خلوتي وصل لها راه مات، خليونا حنا هذاك باقي اللي عندنا واحد الامل بسيط واحد الباصيص ديال الامل، وخليونا نديروا هذا السيد نديوه للمستشفى يعني عنده بمعدات وبعنايه مركزه، نديوه لموريزكو هنايا، هنا ما عندكمش المعدات حنا ما غاديش نطلبوا منكم اكثر، ولكن سهلوا معنا الاجراءات الله يرحم لكم الوالدين، هذا نداء لوزارة الصحة أو وزير الصحة مباشرة، الله يرحم لك الوالدين، راه شوفوا يعني شوف معنا كيفاش غديروا لنا الحل لهذا السيد هذا، قبل ما تطور الأمور الأكثر، حنا حاليا حنا باقيين عندنا واحد شوية الصبر على ديك الحالة، راه حنا باقيين عندنا شوية الصبر، ولكن راه من هنا الغدا راه لما سهلوش معنا الاجراءات ولما طبقوش معنا اجراءات قانونيه، قانون حنا عارفينه يعني من حقنا نديو الدري، من حقنا نديو الدري، ما نخليوه كنتفرجوا فيه، حنا كنتفرجوا في الدري كيموت كل دقيقه كيموت، ما غاديش نسمحوا فيه، ما غاديش نسمحوا في الدري هذا، يديروا معنا يطبقوا معنا القانون، حنا مستعدين على اي حاجه نمضيو عليه، مستعدين نجيبوا امبيلونس نجيبوها بريبي من كازا نجيبوها الدين نجيبوها الدين هنا ونديو الدري على الامل اللي باقي عندنا، وغنمشيو معاه نعيشوا معاه داك الامل تنشوفوا الله ما دار، ولكن باش انه يقولوا لنا لا سيروا جيبوا لنا طبيب ولا نتواصلوا معاه من كازا، حنا كنعرفوا الاطباء واش عارفين في الديوان هذا، هما سيفطوهم عطونا غير تقرير سيفطوهم لنا اغشوا لهذا السبيطار نديو هذا التقرير هذا كازا باش يشدوا لنا هذا المريض، هذا السيد هذا الحاله ديالو كيفاش هي، الاطباء ليه نديو المستشفى خاص نديو مصحه خاصه اولا نديو ريسكو، على الاقل غتكون عندنا واحد المعلومات على الحاله ديال الدري كي دايره، هذيك الساعه غيقبلوه لينا ولا ما يقبلوش الله اعلم، ولكن باش هنايا تعنت هنايا وتقول لنا لا ما يمكنش سيروا تصعب علينا المعموريه، لا ما يمكنش نتسناو تتموت هنا وتصيفطوا لينا في الصندوق، هذه ما غنتقبلوهاش، يعني بكل صراحه راه من هنا لغدا نبقى الولد هنايا واحد المره ما شفتيش ليها، هاد الناس راه عندهم تخوف في هاد الحاله اللي مشات لميريزكو غيبان عليهم، شغل هما خايفين يتفرجوا ويحملوا مسؤوليتهم، وداك الشيء علاش باقي نرجعوا في حاله لا يرتلى، الدري نرجعوا في حاله لا يرتلى، هذاك الشيء علاش ما باغينش يطلقوا لينا باش نديو المستشفى اخرى، حتى لقينا المستشفى اخرى يقول لك هاد السيد فين كان؟ واش كان في السبيطار ولا كان في كوري؟ يقول لك الدري هذا فين كان؟ واش كان في السبيطار ولا كان في كوري؟ حشومه عليهم، حشومه راه رجعوا في حاله لا يرتلى، الدري كان في الاول عاقل جاي تيتحرك جاي وعطلوا لينا، باقي عندنا واحد العمل بسيط باغيين يعتقوا لينا خونا، خاصو خويا تعتق، حتى ما تعتقش خويا راه غنموت انا غتموت امي غيموت با راه باغي ينتحر، راه اي واحد غنديروا شي حاجه لا اله الا الله، انا بغينا هذا قال ولدي مات مات وانا كان قال لك كنشوفوا ولاد الشعب ولاد الشعب كله كنقول بحال هذاك مات مات كنفرشوا بحال حنا كنطالبوا من هاد المسؤولين لا وزاره الصحه حابسيننا ما ندخلوش حابسيننا حنا حنا مقروحين على ولدنا ما تدخلش ما تشوفش
بحال شينا في الزرقاء. حنا زمن السير ديالنا بخويا باش تعرف فيك الايمان كلشي. عاود واحد القضيه، راه الباب هنا ولا الباب ديال المستعجلات راه فيهم لي سيكيورتي، راه لي سيكيورتي الا دويتي معاك قلتي لي عندي مريض ايرجون ولا كيدعس راه كيدبعك. والله حتى هو كل الفلاجه على الناس، واش يوم باش تعملوا معايا هذا باش تعدلوا على الناس. راه ب 5 درهم ب 10 درهم باش كتدخل للسبيطار، هذا الشيء راه منكر. ما عمرنا شفنا السبيطار من غير السبيطار ديال الجزيره، راه كيضحكوا على الناس بزاف. راه الناس راه كيتسناو هاد السيد تيموت يديروا لك الصندوق وتخلصوا منه بالكسير الله يرحمه. واش دار مراد ما باقي حتى شي عليك دابا شي حاجه وحده حنا اللي كنطالبوا من وزاره الصحه. حنا عندك حنا عندنا الامل في الله وعندنا الامل في سيدنا. شوف فينا وشوف فينا. راه الدري راه بقى صغير، راه هو صغير في الدار، راه غادي تحكم فيه بعرق بعرق. راه دخلتو لداخل، راه ماشي حنا اللي غندويو. إلا دخلتو لداخل راه ماشي غتلقاونا حنا الناس اللي كندويو، غتلقاو حالات. الناس هنا كتبكي، الناس هنا مشردة في الجردة، الناس هنا كتموت، الناس هنا كتموت. ما كاينش شي واحد يدخل لهاد السبيطار حي وما خرجش ميت. ولو تكون خويا حالته خطيره ومخلي لك الحاله. السيد مات غطاو بمرضه وعائلته داخل كيشوفو فيه ميت. ما قعدتش عيطي بصحابك ما شدوهاش، ما قعدتش على شي حاجه. كاينين سبيطارات حالات منو ماتوا. هاد السبيطار انا كنعتبر هذا، انا كنعتبر هذا السبيطار هذا ماشي سبيطار. موتوا الناس، موتوا الناس بزاف. كنعرف انا شي واحد ما جاتش بواحد الحاله ما شداش عنده في السبيطار، ما شداش. علاش غيخسر عليك ورقه يقول لك هاد الحاله ما نقدوش عليها وما عندناش الامكانيات ديالها باش غنداويو. سير اخويا دي الارض شي سبيطار قلب عليه انت. النهار الاول يقول لنا هذا، ولكن النهار الاول حنا فاش جينا كله يقول لك حاجه، يقول لك خوك مشخشخ، واحد يقول خوك ما عنده والو، كله يقول لك حاجه. تيخلوك 8 ايام دابا باش حنا تنعسوا في الزناقي، تنعسوا هذا هو النهار التاسع، تنعسوا في الزناقي، كل نهار يصدروا فينا. ولكن دابا تقاد الصبر، تقاد الصبر. شفنا خونا في واحد الحاله راه بزاف، راه خماس خويا، خماس. تخيل معايا خويا حيو خامس، خويا حيو خامس خامس. قتلوه هما اللي باغيين يقتلوا فيه، خويا هما اللي باغيين يقتلوا فيه، راه عايب عليهم، راه عايب. ولكن الا طلعت خويا شي حاجه راه غنديروا في راسنا شي حاجه. عاش الملك، راه غنديروا في راسنا شي حاجه، كلشي غنديروا شي حاجه. اذا كانت هذه كما سمعنا الصرخه ديال العائله اللي الابن ديالهم داخل هاد المستشفى. راه حشومه، راه حشومه عليهم. اللي يشوف فيها هاد الناس نسوا خويا وداويو. إذا كانت هذه أسرة لابن ديالها داخل هاد المستشفى، واللي كما سمعنا عرق بعرق دخل صحيح غيخرج ميت. شنو ما عطاوناش دابا شي غيغزو للسبيطار البلاصه فين غيداوى مزيان، راه غيقتلوه. ولا قتلوه غيتحملوا المسؤوليه، غيتحملوا المسؤوليه ديال بزاف الناس. كلشي غيقصر راسو حدا السبيطار هذا، كلشي غيقصر راسو حدا السبيطار. لا ما فاقش الدري، هما اللي هملوه، هما اللي هملوه تخلوه في ديك الحاله. صافي هما اللي هملوه. لا مات هو راه غتموت امه. قالت لك امي، قالت لك لا ما فاقش ليا ولدي وهملوه وخلاه هنا غنموت انا. ما نبقاش مورا ولدي. انتم كطالبوا باش تحاولوا الاخ ديالكم من عطيونا ورقه عيرجو. ما كاديش بهاد الحاله، عطيونا ورقه عيرجو السبيطار. انا كنطالب من المسؤولين. ما كاينش الفيديو، هذا الفيديو وهما يهضروا، هما بلا ما نهضروا حنا. هذا الفيديو يوريهم كل شيء، هذا الفيديو يوريهم كل شيء. هذا الفيديو الدري اللي خانك قربيني، هذا الفيديو، هذا الفيديو يوريهم كل شيء. هذا الفيديو يوري لكم الحاله ديال هذا الدري. تدخلنا عند الدريه حيين على مدى الصاله ديال الانعاش. يلا جاو طبيب نطلع له طبيب نطلع له بحال هكا ودخل. يلا بداو يرسعوا عليه الدم، غادي يرسعوا عليه الدم في الدار الاول 10 شحولي بالدم. واش هاد السيد واش باشا واش مسلم؟ بغيت نعرف هاد السيد واش مسلم ولا يهودي؟ واش مسلم ولا يهودي؟ إذا كما سمعنا هذه كانت صرخة ديال عائلة للابن ديال هذه العائلة من تنين الغربية، للابن ديالها داخل المستشفى الإقليمي محمد الخامس. يعني سمعنا بالصوت والصورة المعاناة ديال هاد العائلة مع هاد يعني هاد الحالة هذه. مريم مريم وفق من غير الله.
هاي بابا مريم كتقول كيف كتقول انتم كتقول هاي بابا لا إذن جميع أفراد العائلة ديال هاد السيد اللي من الغربية كلهم تكلموا. إحنا غنوضحوا لكم مريم. أنا نوصل الناس باش ما يحسبوناش حنا راه غير كنهضروا من الفراغ. أنتوا نوريوهم الحالة مباشرة. ها الحالة. شوف أختي الحالة. وريهم أسيدي الفيديو الله يجازيك بخير. الناس. الناس كيهملوا بنادم. الناس شوفوا هاد الدري. شوفوا في عرق مع شوفوا هاد الدري. شوفوا هاد الدري شوفوا كي ولا لحمو كيتفرد. يعني الحالة ديال هاد الفيديو هذا. هاد الفيديو سعد لأن السيد في حالة صعبة حالة خطيرة وما باغي ينقلوه من جديدة إلى مدينة الدار البيضاء هذا هو الطلب ديالهم فما بالك السيد مدقدق من تحت بدون اسعافات اوليه لمده 9 ايام غدير له كيفاش غيكون الحاله ديالو الدريان راك تشوف الفيديو زراق السيد زراق والريحه ديالو الفيديو كنطلعوا عليه من الترجم راه كنشموا الريحه ريحه خامسه ديال الطبيب اللي كيقول لك هو غادي يموت واش هذا طبيب العمر بيدو راه العمر بيد الله راه كترجاو والله الا كان العمر ديالو زين احنا اللي كنطالبوا ما بغينا والو بغيناه غير يتعالج الا كان باقي شي علاج يتعالجوا ماشي له حوت 9 ايام ولا يحيلو في الغيبوبه وخلينو خلينو كيدوت تما وملي كتجي تهضر معاهم هما كيقول لك ما كاينش معاه ما تهضر ما كاينش معاه ما تهضر بغينا طبيب نهضروا معاه طبيب نهضروا معاه ما كاينش كيجي طبيب عندهم الصحه ديالو كيجي كيدور ساعتين كيشوف التقارير هذا طالع عليه طونسيو هذا طالع عليه كيمشي بحالاتو هادشي اللي كاين الفراملية هما اللي خدامين هنا راه ما كاينش الطب راه ما كاينش الطب الفراملية الإيمان كلشي الإيمان كلشي عاملين الناس خلنا عاد الفراملية الناس كتموت هنا واحد من ورا واحد وين كيموت الشغل واحد من ورا واحد إذن كانت هذه صرخة ديال العائلة اللي كتطالب بنقل الابن ديالها من المستشفى الإقليمي محمد خامس إلى مدينة الدار البيضاء نحسوا بهذيك الام اللي عنده راه كتموت راه غادا تموت قبل منه راه حنا حبسناها ما خليناهاش تجي الله خارجه من الدياري انا اللي ديتها انا اللي ديتها وكنجيبها يوميا كنمشي ونجي لكازا يوميا كنمشي ونجي انا اللي ديتها للدياري وكنجيبها راه غتموت قبل منه راه غتموت قبل منه كنتمناو من الله الا باقي عنده العمر زيد يشوفوا من جيت هذاك الدري حنا ما كنطالبوا والو هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله يعني الطبيب كيقول لك شوفوا من حالو اخويا راه غيموت واش كاين شي طبيب كيقول لك هاد السيد راه غيموت واش هادي واش الطبيب الامام ديالو راه كاين اهمال واهمال كبير بهذا المستشفى اذا كان هذا نداء كان هذا نداء ديال هاد العائله اللي من الدول الغربيه الاقليم سيدي بنور اللي تم نقل هاد السيد بعد ما دار حديث السير على وجه السرعه الى المستشفى الاقليمي محمد الخامس بالجديده والان العائله ديالو كيطالبوا النقل ديالو الى مدينه الدار البيضاء راه محمد الخامس راه ديال سيدنا راه مستشفى ديال محمد الخامس هذا راه ديال سيدنا
راه خاصو يقوم الخميس سميتو راه محمد الخميس راه جديد هذا كلشي كاين راه عنده سوابق في هاد الحالات هذا مجهزها في كلشي سيدنا غير حاله وحده الله يمسر حاله وحده من العبيد اللي ما كاينش خدمتهم مسؤولين حاله وحده راه كتشوفوا يوميا كتشوفوا حالات اكثر واكثر ولكن لا حول ولا قوه الا بالله اذا كانت ديالنا خويا الله يجازيكم بخير الطلب ديالنا هو الناس هادو يتساعدوا معانا يسهلوا معانا حنا ما طلبناش منهم شي حاجه راه يسهلوا معانا حنا بغينا اجراءات تبقوا معانا اجراءات قانونيه اجراءات قانونيه شنو هي الاجراءات القانونيه يعطيونا رساله نديوها للطبيب لسبيطار اخر وحنا غنتحملوا مسؤوليتنا حنا الجهاز متحملوا مسؤوليتنا هاد السيد الا وقعت ليه شي حاجه ولا مات الله يرحمه حنا نتحملوا مسؤوليتنا ولكن نتوما تجيو تقولوا لنا هنا تصعبوا علينا المأمورية وتقولوا لنا سيروا جيبوا لنا طبيب نهضروا معاه من كازا ولا من مصحة خاصة ما يمكنش كيفاش غنديروا حنا إذا العشوائية غتولوا في العشوائية ما بقيناش في الأمور القانونية الإدارية حنا سهلوا معنا غير في الإدارة ما يمكنش إذا كانت هذه الصرخة ديال العائلة من الدين الغربية بإقليم سيدي بن نور اللي تم نقل الإبن ديالهم للمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاج بعد حادثة سير والآن الآن دابا الآن دابا هما كيطالبوا بالنقل ديالو من المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة إلى مدينة الدار البيضاء لتلقي العلاج هذا هو المطلب الوحيد اللي باقي لهم هذه حاله اخرى ماشي من هذه حاله اخرى دارت السيده بالليل جاب شمو قالت لي مش انا باغي ولدي يدي لك ليك ولا شي عنش قالوا ولا ولدك راه الصباح راه الله كتب لي عمر جديد الغد مع الصباح وما يعيط المو انس جدي ولدك اللي سني صايب لي ويقاش ميو كني كني شو كني زوال السال ما يعيطوليش بقا تجي تجي وليدك تسني مش كل عاطي مش ما الا والو كاين ايمان كان سمع على المعاناه ديال الناس بعد ما طلع عليها ولدي على بنادم السبيطار هو مدابب اكون نار كتمشي للبلاصه فين دارت سيدي ممكن وكاش قطش مره خطره فهاد الحاله وهاد العائله اللي سمعنا دابا يعني هاد السيد حادثه سير كانت بالاثنين الغربيه اقليم سيدي بن نور واللي تم نقله على وجه السرعه الى المستشفى الاقليمي محمد الخامس هذه التسعود ديال الايام الان العائله ديالو كطالب بالنقل ديالو من مدينه الجديده الى مدينه الدار البيضاء لتلقي العلاج وبقى لي الى نودعكم مشاهدي قناه شوف تي في استودعكم الله والى اللقاء